كل عام وانت بخير حبيبتي. كل عام وانت بخير حبيبي. فيك تحزري شو جبت لك هدية؟ اكيد طقم الحلقة اللي شفناه من شهر على الواجهة وعجبني. تفضل. الله يا سلام، ما احلى. اسلموا هديات. وانت فيك تحزر شو جبت لك حبيبي؟ إذا ما خاب ظني الساعة اللي كان لابس مثلها ابن خالك ممدوح وعجبتني يومتها. تفضل. يا سلام، فعلا حلوة، مو بس حلوة بتجنن. شفت شلون أفكارنا متطابقة؟ طب أنت مالك ملاحظة إنه أنا لابس لك الكرافي اللي بتحبيها؟ وأنت مالك ملاحظ إني لبست لك الطقم اللي بتحبه؟ يا ستي، من 3 سنين مثل هاليوم تجوزنا، ومثل هالوقت كنت عم قصر بنطلوني عند الخياط، وانا كنت عم ساوي شعري عند الكوافير. فظاعه على الوقت، فظاعه على الوقت. 3 سنين مرقوا مثل لمح البصر. فعلا كانه امبارح. بتعرفي هنادي، انا بعتبر حالي محظوظ لاني تجوزتك. وانا كمان محظوظه. على فكره نحن اكثر ثنائي محسودين بين رفقاتنا. طبعا، لانه علاقتنا الزوجيه انجح علاقه، باعتبارها مبنيه على الحب والتفاهم والاحترام المتبادل. على فكرة هذا هو سر نجاح علاقتنا الزوجية واستمرارها بهالقلق هاد 3 سنين. اسمعي هنادي، أنا مو حابب يكون يوم زواجنا احتفال روتيني عادي مثل ما بيحتفلوا فيه أي زوجين عاديين. وأنا كمان حابب يكون احتفالنا غير شكل. بس يا ترى بشو عم تفكر؟ أنا عم أقول إنه نخلي هاليوم هاد وقفة مراجعة مع الذات، لحظة مكاشفة، محطة صغيرة نستعرض فيها الماضي، نبحث عن أخطائنا، نحاول نصححها لحتى ننطلق من جديد بدون أي منغصات. موافقة، مع أني ما فهمت بالضبط شو قصدك. يعني نحن خلال المرحلة الماضية إلا ما نكون ارتكبنا بعض الأخطاء بحق بعضنا. لا تقولي ارتكبنا أخطاء، بشر نحن مو ملائكة، والكمال لله وحده عز وجل. وأكيد كل طرف منا إلا ما يكون حاطط شيء بقلبه تجاه الطرف الثاني. إلا ما يحط الواحد بقلبه، لا تقولي بشر نحنا منحط بقلبنا. صحيح. ولهالشي هاد حابب اليوم نفتح قلبنا لبعض، وكل واحد منا يحاول ينبه التاني لبعض الأمور يلي مو عاجبته فيه، أو بعض المواقف يلي عم تزعجه منه. ما في مانع، معقول كتير هالحكي، بس يا ترى مين بده يبدأ؟ مو مشكلة، منعمل قرعة. قومي هلأ لقلك، منأكلنا لقمتين ومنكفي سهرتنا بجنينة، شو رأيك حبيبتي؟ ايه هنادي، القرعة اجت لمصلحتك، احكي. صدقني خجلانة، ما بعرف شو بدي ابدا. ايه ما بدها خجل هنادي، شو بنا. بعدين ارجوكي، ما بدي لا مقدمات ولا مؤخرات، خلاص قولي لي انت غلطت هون، عيبك كذا، وقوي قلبك ولا تخافي، لانه لما رح يجي دوري ما رح ارحمك ابدا. ها عظيم. شوف حبيبي توفيق، صحيح انت دبلوماسي ولبق ومهذب، بس أحياناً ها بتخونك دبلوماسيتك فجأة، وبتتلاشى لباقتك، وبتمحل تهذيبك لأبعد حدود، وبتتحول فجأة لإنسان جلف وغير عصري، يعني بتدش كل كلمة لا بتنزل لا بميزان ولا بقبان. أنا؟ إيه أنت، ليش مستغرب؟ شوف توفيق، إذا رح تزعل بلا ما كفي. لا حبيبتي، ليش الإزعال؟ هذا نقد، نقد بناء، يعني ما بزعل منوب، بس يعني يا ريت تدعمي حكيك ببعض الأمثلة لحتى أعرف أحكم منيح. على عيني. مثلا مرة كنا معزومين على الغداء ببيت خالك، ونحن قاعدين على السفرة، قال يعني حبيت تخفف دمك وتمزح معي، قمت شو قلت لي؟ حاجة تاكلي حبيبتي؟ أشوفي حالك شلون رايحة بالعرض؟ شوية تانية راح تفصلي 2 مثلي. يعني كانت مسحة غليظة. يا لطيف شو انسلق بدني، يعني تمنيت الأرض تنشق وتبلعني. تذكرت؟ ومرة شو قلت لي قدام رفقاتك؟ قال يعني كمان كنت عم تنكت وتمزح. بتعرفي هنادي، يمكن لو ما تجوزتك كنت عنستي وما عدتي لقيتي حدا ياخدك. يعني كانت راحت عليك يا مسكينة. لا وخصوصي انك قطعتي 30. بس الله بيحبك يلي بعت لك الزوج المنقذ بالوقت المناسب. وقعدوا يوم رفقاتك يضحكوا كأنه حدا عم يكركرون، وانت مبسوط على الآخر عم يضحكوا على مرتك وحضرتك فرحان ولا على بالك. ولما رحنا رحلة على بصرة مع رفقاتنا،
قال يعني قعدت تدللني قدام الناس، وعواض ما تناديني هنادي صرت تناديلي هندومه، مع اني 100 مره قلت لك ما بحب تدلعني وتناديلي هندومه. وانا يوميتها تزرزع بدني كله، وانا انكشك اغمزك وانت مو هون ابدا، وكل دقيقه والتانيه شو تقلي؟ تعي هندومه، روحي هندومه، شو تاكلي هندومه، شو تشربي هندومه. يبقى لا تقلي دجاتك وصفه ومسحاتك دواء. انا اسف كثير حبيبتي، والله معك حق، بس صدقيني ما كنت منتبه انه مزحي عم يزعجك لهالدرجه. ايه بس هذا مو مزح، يعني الناس اللي بتسمعه ما بتظنه مزح. خلص هنادي معك حق. بوعدك اني زين كلامي معك وما حاول اغلط بحقك. غيره في شيء كمان؟ في، بس خايفه تزعل. لا حبيبتي ولو شو ازعل، العتب صابون القلوب بيجليها جلي، احكي ولا يهمك ولو. شوف توفيق، صحيح انت احوالك الماديه الحمد لله ماشي حالها، وصحيح انه مو بعينك المصاري ابدا ونفسك سمحه، بس بتتباخل احيانا، يعني منين تجيك نوبات الكحتنه ما بعرف. انا بخيل وكحتي؟ عم اقول لك مو دائما، يعني هالشي مو طبعه من طباعك ولا سجيه من سجاياك، يعني شغله عارضه مو اكثر. تتذكر مره لما رحنا على الزبداني مع اختي وجوزها بسيارتهم وتغدينا هنيك؟ ايه صحيح، كانت سيارتنا معطلة وقتها. برأيك يوما مين كان لازم يدفع حساب الغداء؟ ما بعرف، مين كان لازم يدفع يعني؟ انت طبعا، هيك الذوق واللباقة بيقولوا، منه لأنه الجماعة قدموا لنا سيارتهم عن طيب خاطر، ومنه لأنه نحن كنا أكثر منهم، باعتبار أمك كانت موجودة معنا. ليش يوما مين دفع؟ أنا ولا جوز أختك؟ يلا، عمل حالك مو متذكر، نسيت لما جاب الجرسون ورقة الحساب شو عملت؟ شو عملت؟ مديت ايدك على جيبتك، قال يعني بدك طالع جزدانك، قصيت ايدك بهالجيبه وما كانت تطلع، هيك لحتى جوز اختي اخذ ورقه الحساب وحاسب على الغداء. ما بعرف شو صار لك وقتها، لك بخشيش للجراسين ما تنازلت تدفع. لا تزعل، انا عم اقول لك مو من شان شيء، بس لاني ما بحب جوز اختي يحط علينا هيك وحده. هو بصراحه انا كنت ناوي ادفع، بس ما كنت حامل معي مصاري زياده. لا وجوز اختك ما شاء الله كان حوله، ما خلى شيء ما نزله على الطاوله، خزيت العين عنه شو مكرش وبيحب بطنه، فقلت لحالي يا ولد لا تحرج حالك لانه اكيد المصاري ما رح يكفوا. هي مو حجه، لانه لو نكشتني من تحت الطاوله كنت اعطيتك مصاري، وانت بتعرف انه معي مصاري. بس انت درت طيلسه، مثل ما طيلست يوم رحنا على البحر السنه الماضيه وحجزت لنا شاليه مشرشح باخر معمر الله وبعيد عن البحر كيلومتر، وكل ناموسه فيها هالقد قدها. بقى لا تقول لي بتتباخل احيانا. لكن يوم عيد ميلادي الماضي تمرق لي اياه ببلوزه مشرشحه وحلت الوانها كلها من اول غسله. معك حق، هو ممكن يكون احيانا يعني معصوص شوي او ما في معي سيوله كافيه، فبضطر اني شد الحزام واتبع سياسه التقنين وترشيد الاستهلاك، بس هي عند الازمات العارضه حبيبتي ولو مو دائما. على كل حال بوعدك اني غير هالسياسه من اليوم، واذا بتحبي تستلمي مصروف البيت ما عندي مانع. لا انا ما عم اقول لك هالحكي مشان استلم مصروف البيت. اذا مو مشكله شو اللي بدك تحكي كمان؟ اكيد ما رح تزعل. لا ما رح ازعل ولو حبيبتي، لو بدي ازعل كنت زعلت، بالعكس انا مبسوط كثير لجلسه المصارحه هاي. احكي حبيبتي احكي ولو العتب صابون القلوب بيجليها جلي، احكي ولا يهمك. شوف توفيق، صحيح انت منظم بعملك ودقيق بمواعيدك، بس احيانا بتكون بصلتك محروقه وهالشي عم يضايقني. انا بصلتي محروقه؟ ايه انت لا تستغرب، يعني بتنعجق احيانا وكانه حدا لاحقك بعصايه وبدك الشغله تصير بساعه الساعه. مثلا اذا بدنا نطلع من البيت يا ويلي اذا تاخرت، واذا بدنا نستقبل الضيوف يا ويلي اذا قصرت، واذا نزلنا على السوق يا ويلي اذا فاصلت. لك اذا عم بحكي لك شي قصه يا ويلي اذا مطمطت. هلا انا هيك؟ ايه انت لا تستغرب، لانه الواحد ما بيحس على حاله، يعني وقت بدنا نروح شي مشوار بدك كل لي اواعيك شلون ما كان، وبتوقف تزن فوق راسي حتى استعجل. يا اخي اذا انت ما بيهمك نفسك وبتهرجل حالك وما بتهتم بمظهرك كما يجب، اتركني انا اخذ وقتي ورا المرايه، لانه انا ما بقدر اطلع من البيت الا اذا كنت جاهزه على 24 ايراط. انا مالي مثلك بدك اوعيه وبهرجل حالي وبركض بمشي. انا مهرجل. هلا المهم بتتذكر لما كنا عازمين المدير العام على العشاء برا؟ ايه بتذكر. يومها نزلت انت قبلي على السياره وبلشت تزمير مثل الاولاد الصغار، وعملت لي منفض مرتب بالشارع كله لاني تاخرت عليك 3/4 ساعه. بس
بس يا حبيبتي يومها كنا عازمين المدير العام على المطعم وما كانت حلوة أبدا يوصل قبلنا، وأنت شفتي بعينك شلون قلب خلقته كل السهرة لأنه وصل قبلنا بخمس دقايق. إيه بس لا تنسى كمان أنك أنت عطيته موعد بدون ما تشاورني، يعني بركي أنا كنت مشغولة ومالي فاضية، شلون تعطي موعد؟ بهاي معك حق، كان المفروض أسألك أنا. غيره في شي تاني بدك تحكيه؟ لا بالوقت الحاضر يعني ما في شي بذهني، بس اوعى تكون زعلت مني او اخذت على خاطرك توفيق. لا روحي بالعكس، كثير مبسوط انا لانك لفتي نظري على كم شغله كانت رايحه عن بالي، وبوعدك من اليوم ورايح عدل سلوكي وصحح مساري وما دج معك بالحكي ولا اتغارز عليكي بالمزاح وافرد ايدي على الاخر وما اتباخل وما عاد ناديلك هندومه بحياتي وما عاد اخذك السياحه الا اذا كان مستواها من الثلاث نجوم وطالع، وما عاد اعطي موعد لحدا قبل ما اشاورك، ورح اصير رتب حالي واعتني بمظهري وما انعجق فوق راسك ولا زمرك بالسياره من تحت. حلو هالكلام؟ في شيء لسه حبيبتي؟ لا حبيبي ما في شيء، وفعلا توفيق اذا بتعمل كل هالشغلات بتكون احسن زوج بالعالم. وانت كمان حبيبتي احسن زوجة بالعالم، ولو انه يعني في الي هيك بعض الملاحظات الصغيرة عليكي. ايه حبيبي تفضل احكي، اجا دوري لحتى اسمعك. قلي شو شايف مني شغلات مو عاجبتك؟ الحقيقة يلي بدي أقوله ملاحظات صغيرة كتير ومو مستاهل الواحد يحكي فيها، بس أنا قلت لحالي منعالجها من هلأ قبل ما تكبر وتتطور. مثل شو هالملاحظات؟ بس بدون زعلها. ولو العتب صابون القلوب يا روحي، قولي حبيبي قول ما رح أزعل. شوفي حبيبتي، يعني صحيح أنت مزوقة كتير وحساسة ومتواضعة وتفكيرك عملي، بس أحيانا أنا بحس إنك بتميلي شوي للبهورة والمنفخة. أنا بتبهور؟ أحيانا، مو دائما. لا يا توفيق، هي ما توقعتها منك أبدا. هي نظرتك إلي؟ هذا رأيك فيني؟ لك طولي بالك حبيبتي، ليش انفعلتي؟ ليش عاد فيني بال طوله؟ قال شو؟ أنا بتمنفخ وبتبهور؟ لا هي ما بسمح لك فيها أبدا. لو كان هالحكي صحيح ما كنت قبلت اتجوزك من دون حفلة عرس بأوتيل معتبر أو حتى بصالة على القليلة، وما كنت قبلت بهالكم أسوارة يلي ضحكت على العائلة فيهم وبغوضة هالنوم المشرشحة اللي جبت لي إياها. ولك يا حبيبتي روقي هدي أعصابك، مو هيك اتفقنا؟ لو كنت عن جد بتبهور كنت نكتك الخمير والفطير وحطتك ما فوقك وتحتك، بس يا حسرة علي بعد كل هالتضحيات اللي قدمتها مشانك وكل هالتنازلات اللي تنازلت لك عنها ما بين معك، بس هيك الرجال دائما ما لهم امان ابدا. هناتي حبيبتي العمى ضربك، روقي شوي شو صار لك؟ بدله بيضة يلي كل العرايس بتلبسها ما لبست، ولساتها لهلا هالقصه حرقه بقلبي، كل ما بشوف عروس لابسه بدله بيضة هيك بعص قلبي وبغص وبتكرج الدمعه من عيني. ولك تضرب هديك الساعه تضرب، العمى شو كان معمي على قلبي؟ رحت تركت التاجر ناصر ولحقتك. ندماني على التاجر ناصر؟ على القليلة هداك كان متقلني بالذهب، قال شو؟ تركته لأني بحبك، إن شاء الله تحبني حية بسبع عروس ما أحمرني. رحت رفست النعمة برجلي ولحقت الشقة والتعتير والقلة والبهدلة، وآخر كل هالشي ما بين معك، طلعت شو؟ بحب أتبهور وأتمنفخ. ولك هناتي حبيبتي ما بصير هيك، لسه ما حكيت شي، شو بكي؟ كل هالحكي ولسه ما حكيت؟ لكن لو حكيت شو بدك تقول عني؟ ما بقى غير تسبني وتسب أهلي، مو بعيدة تقوم تضربني وتبهدلني كمان. أنا؟ على كل حال ما في داعي لكل هالحكي، الحمد لله كل شيء انكشف وبان، ما في ضرورة للشرح.
شو يعني بدك تحردي؟ فشلت عينك. أنا ما بحرد، أنا طالعة من هالبيت طالعة بلا رجعة. شو يعني؟ يعني خلي فيك شوية ذوق واستحي على دمك وبعت لي ورقة الطلاق أسرع وقت، فهمان؟ بعدين روح عني.